صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: إن الله تعالى فرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عند موعد مغفرته جعله للإسلام حرما جعله للإسلام علما وللعائذين حرما فرض حجه وأوجب حقه وكتب عليكم وفادته فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله
غني عن العالمين. من جملة أركان الإسلام التي حددها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بني الإسلام على خمسة أركان، عد من جملة الأركان الخمس الحج، حج بيت الله الحرام. أوجب الله سبحانه وتعالى حج بيته على المستطيعين فقال: ولله على الناس، يعني حق لله على الناس حج البيت. طبعا كلمة حج البيت وحج البيت طرفين صحيحات، باعتبار واحدة منهن لغة نجد والثانية لغة الحجاز. فإذا تقول ولله على الناس حج البيت صحيح، وإذا تقول حج البيت صحيح أيضا. معنى الحج في اللغة القصد حج فلان زيدا فلان، هذا بالنسبة إلى اللغة العربية. أما بالنسبة إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي، مناسك، يا الإنسان كل هذه الأعمال يقال لها حج. زين، الله سبحانه وتعالى جعل الحج عاما على جميع المسلمين مثل الصلاة، لا تترك بحال، على الضعيف والقوي والفقير والغني، الكل لازم، مريض غير مريض، مثل الصلاة لا تترك بحال. طبعا لا، لأنه البشر كلهم ما يستطيعون أن يصلوا إلى بيت الله الحرام وأن يؤدوا الحج، وهاي فرائض بعض من عندها شروطها لازم تجتمع، تحصل الشروط يلا هذا الواجب يفرض عليه، بينما بعضها لا، بمجرد التكليف هو يجب. مثلا الصلاة بمجرد أن يكلف الإنسان صار عمره 15 سنة وجبت عليه الصلاة ولا تترك بحال، انتهى. بعد شرطه البلوغ فقط، شرط بقية التكاليف من البلوغ، يعني كل التكاليف هذا شرط عام، الله تعالى لا يكلف إنسانا قبل البلوغ. زين، لكن الصوم صحيح بالتكليف، لكن مو دائما ويجب على الإنسان أن يصوم. إذا هل هلال شهر رمضان وما كان مريضا أو يحتمل المرض وما كان مسافرا، طبعا بالشروط التي يذكرها الفقهاء، ذاك الوقت يجب عليه أن يصوم. الحج مو واجب على كل واحد، وإنما إذا حصل شرطه حصل وجوبه. شلون؟ إذا حصل الإنسان على الاستطاعة، والاستطاعة تقدر بقدر الإنسان كل بحسبه. واحد يشوف الاستطاعة مالته ب10,000 دينار، واحد يشوف الاستطاعة مالته ب50 دينار، الناس يختلفون فيما بينهم، والأموال اللي لازم ينفقها طبعا تختلف باختلاف وجاهة الإنسان وشرف الإنسان وكيان الاجتماعي. ثم لازم عند استطاعة مو فقط بالمادة، استطاعة بالجسم، فلو لم يكن مستطيعا بالجسم ماذا يصنع؟ وهاي مناسك، مواقف، لازم يهرول، لازم يطوف، لازم يحضر بمنى، يطارد، يركض، يروح، يجي، هذا ما يتحمل هذا واحد مريض أو ما يستطيع. وفي نفس الوقت لا يخشى على حياته، لو فرضنا أن ساعة حالة حرب أو خطر عرب بس ما يطلع منا انقتل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن إذا اجتمعت الشروط، إذا اجتمعت الشروط ذاك الوقت لازم يجب على الإنسان أن يلبي دعوة الله، وهذه خاصة، ترى قضية الحج خاصة. شلون واحد يدعو إلى بيته دعوة وليمة؟ الشكل. ولذا الله سبحانه وتعالى
يبعث نداء خاص إلى المستطيعين. لهذا شوف حج التسكع مكروه كراهية شديدة في الإسلام. ليش؟ لأن مثل فرد واحد طفيلي يريد يدخل إلى وليمة، مدى الزين وراء ولا أحد قايل له تعال اقعد ببيتك مكانك تحمدي أو تستريحي. فحج التسكع يأخذ من هذا وحصل من ذاك لقمة خبز وحصل من ذاك وحملني على الجمل وانتهت. ودائما يريد فرد مظهر خير للمسلمين يظهر في الحج الله سبحانه وتعالى. ولهذا شوف حتى لو وصل الصرف والإنفاق في الحج إلى درجة الإسراف مباح، إلى درجة الإسراف مباح شرعا في طريق الحج. ما يريد الإنسان يكون شحيح، شيء يصير بخيل، لأن هاي ظاهرة كبيرة. مختلف الناس تحضر هناك، مختلف الناس لازم يظهرون عظمة الإسلام، لازم يظهرون شرف الإسلام، كيان الإسلام. شوف الله تعالى يبعث خلف المستطيعين، غالبا يكونون من متوسط الحالة فما فوق، مو فما دون. زين هذول إذا اجتمعوا هناك لازم تظهر عليهم نعمة الله سبحانه وتعالى. إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن يرى آثارها عليه. وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث مو يعني تكلم باللسان، فحدث يعني تظاهر حديث العمل. يجتمع القوم هناك، تعرف أول شيء، أول فائدة التي يستحصلها الإنسان من الحج الفائدة الاجتماعية. شلون فائدة اجتماعية؟ طبعا هذا يريد أن يقبل على الله، مستحب شرعا أن يكتب الوصية مالته، مستحب شرعا أنه يروح إلى إخوانه أصدقائه أقربائه، إذا واحد عنده ويا شيء يتراضى وياه، إذا يطلب شيء حق معنوي وحق مادي يعطيه إياه حتى يروح صافي مصفى لهناك. هذا طبعا فرد جمع لكلمة الناس وجمع لقلوب المجتمع، واحد يرضى من الثاني، شيء ممتاز جدا، تعاون على الخير. ثم يرى نفسه وكأنه يريد أن يقبل على ربه. شلون الإنسان بالموت يقبل على ربه؟ فلازم ينوي ويقصد التوبة من الذنوب، لأن الله تعالى يعلم ما في سريرته. هذه طبعا مستحبات إلها فوائد، يكون نظيف القلب ونظيف الجسم ونظيف الملابس، يقبل على ربه بهذه الهيئة ويترك وراءه عائلته، نساء أطفاله أقرباءه، وهو لا يفكر فيهم، ينقطع إلى الآخرة كأنه الآن فرد عرض للمحشر. وبالفعل يعني الموقف مثل موقف المحشر. والله سبحانه وتعالى كل الكبرياء والخيلاء والتكبر والعجب بالنفس كله وخرت. خاف واحد يلبس له مثلا من قماش غال وواحد من قماش رخيص، واحد يسوي له القاط ماله مثلا يصير عليه 50 دينار وواحد 3 دنانير، أبدا كلهم على شكل واحد يلبسون. خاف تفاوت يصير بالخياطة، يعني هذا يودي للخياط الفلاني الشهير 10 دنانير ياخذ، وذاك الثاني يودع عند الخياط الفلاني 0.5 دينار ياخذ او دينار منه. هذا هم قال له وخره، خلصنا من هذا. ولذا مخيط ما يجوز ان يلبس الرجل، كلهم يخرجون على نسق واحد. المره خاف يختلفون في التيجان التي على الرؤوس، هذا يخلي له عمامه وذاك يخلي طربوش، الثاني يخلي فينه، والرابع يخلي له مدري سداره هنديه. ابدا هذا ممنوع، كلهم على زين واحد شكل واحد، مفاريح حسار يرفعون صوتهم بالتلبية. نداءهم هم واحد، نداءهم هم واحد، لحن اللي يتكلمون بهم واحد، لحن النداء لبيك اللهم لبيك. شوف شقد توحيد لكلمة المسلمين في ذاك اليوم الأغر، في ذاك الموقف العظيم تجتمع كلمة المسلمين. إذا يريد واحد يروح يشوف فرد مؤتمر عالمي، يعتقد مؤتمر عالمي من شتى الأجناس والأقطار،
خلي يروح المكة. أشكال من الناس يشوف، أسود وأبيض وأحمر وأصفر، الأربع أجناس اللي الله خالقها، من شتى الأقطار يأتون، وكلهم هدفهم واحد، كلهم يصيحون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلهم يصيحون الله أكبر، لبيك اللهم لبيك. الوحدة الإسلامية، وحدة القلوب، وحدة الإيمان، وحدة التي تنبعث من القلب. يقبلون على الله سبحانه وتعالى، وكل يناجي ربه من دون أن يكون عليه رقيب. ما هناك رقيب على واحد، واحد يسبق الثاني، واحد يتقدم على الآخر، هذا ملك وذاك مملوك، وهذا رئيس وذاك مرؤوس، وهذا سيد وذاك مسود، أبدا. كل يشق طريقه، قد بالطواف يشوف مجموعة من الملوك، مجموعة من الزعماء، مجموعة من الحمالين، مجموعة من الفقراء، كلهم يطوفون، وكلهم يقفون موقفا واحدا كما يحشرون يوم القيامة. شوف عرصة المحشر قدامك أمام عينيك. قبل هالموقف طبعا، هذا يحد من كبرياء أهل الجلالات وأهل السيادات والفخامات والرئاسات، هذا يحد من الكبرياء مالهم، كما يرفع من مستوى الفقير ليرى نفسه أخا لبقية المسلمين مهما كانت درجة أولئك المسلمين. صير اعتزاز عنده بنفسه وبعقيدته وبكرامة الإسلام. هذا المؤتمر العالمي الكبير، لأن الإسلام غالبا يحاول أن يجمع الناس على الخير والهدى. شوفوا سن صلاة الجماعة، إذا صاروا أكثر من 10 الله تعالى يعطيهم ثوابا عظيما بحيث لا يحصيه أي أحد سوى الله. ليش؟ حتى يجتمعون بالصلاة، قيادة واحدة، واحد يصلي أمامهم والبقية كلهم يركعون بركوعه يسجدون بسجوده، حتى يتعلمون على التنظيم والطاعة. ما يظلون واحد يركع واحد يسجد منك واحد يسوق أشكال، أبدا. ثم جمعهم جمع آخر في العيدين وفي يوم الجمعة، طبعا هذا جمع غفير يصير، جمع كبير يصير في العيدين والجمعة، ثم جمعهم في المؤتمر الإسلامي السنوي، مؤتمر سنوي هذا، لا فصلي ولا أسبوعي ولا يومي، مؤتمر سنوي، مؤتمر الحج، في موسم الحج يقف الناس. وطبعا للإسلام كثير من الأهداف العالية في الحج، وإن كان الآن ما تستغل هذه الأهداف، والآن ماكو فرد نشاط إسلامي ممتاز على الحقيقة الإسلامية والدين الواقعي حتى يستفاد من هذا الموقف. وإلا مثل هيك موقف يبحثون فيه مشاكل الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية والشعب الإسلامي يبحث فيه نواحيه المختلفة ومشاكله، القطعة الفلانية والبقعة الفلانية دهمها العدو، يجتمعون هنا ويقررون قرارات ويصدرون بيان أو يلتزمون بالتزامات أو يقومون بموقف الدفاع عن تلك البقعة الإسلامية. وهكذا لو فرضنا أن عندهم مؤسسات يريدون أن يقيمونها، طبعا في ذاك المؤتمر العظيم اللي ربما يصير 3/4 مليون أو مليون نفر أو أكثر أو أقل، يحلون مشاكلهم، يؤسسون مؤسساتهم، يعملون الأشياء التي يحتاجونها. والمفروض أن الشعب الإسلامي بأسره شعب موحد لا تفرقه أي يد، لأنه ماكو فرق بين المسلم العربي والمسلم الهندي والمسلم الإنجليزي والمسلم الإيراني والمسلم الباكستاني، كلهم على دين واحد، يعتمدون على كتاب واحد، على شريعة واحدة، يؤمنون بنبي واحد. اختلاف اللغة، اختلاف اللهجة، اختلاف اللون، اختلاف الطبائع والعادات، اختلاف الأكل والشرب والمدري الأشياء العرفية،
اختلاف الملابس هاي ما تفرق، مو فروق جذرية. الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو هذا المقياس التام في الإسلام. فايش قد فائدة اجتماعية تحصل للإسلام بهذه الواسطة؟ بالإضافة إلى هذا، هذا طبعا معنويا يرتفع أمره، وسيا يرتاح نفسه لما يقبل على الله سبحانه وتعالى ويرى الله سبحانه وتعالى ربا له كما هو رب لغيره. ويقوم بهالواجبات هاي. طبعا هذه أشياء معنوية إلها أثرها، يعني يدرك الإنسان الحاج لما يطوف بالبيت. سواء واحد يفكر يطوف بالبيت فرد بيت أحجار وشي وشنو فائدته، لكن يشوفه لما يقف هناك ذاك الموقف، صدق أكو رحمة من الله وعظمة الله وجلالة الله سبحانه وتعالى تطغى على النفوس، فكأنه واقف بين يدي الله تماما يبصره بعينه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج ثوابه الجنة والعمرة ثوابها الغفران. ويقول صلى الله عليه وآله: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنب طرفين. وهذا مجرب موضوع نفي الفقر. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أراد الدنيا والآخرة، يعني هم ثواب وهم رزق ممتاز في الدنيا، من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، إشارة إلى بيت الله الحرام الكعبة المنورة. يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: من حج لله لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، رياء قدام الناس، وهاي يصير للغني والفقير طرفين. شلون يصير للغني والفقير؟ قد بعض الأغنياء ذول يضوجوهم ويدوخوهم الفقراء أو الناس من أنه شوف قد عنده أموال وما يروح للحاج، هذا يضوج حفظا على كرامته يروح للحج. هو راح لله أو أنه حتى يخلص نفسه من الكلمات من كلمات الناس. وأكو بعض الفقراء قد هو ما مستطيع، عائلته فقيرة، فراش ما عنده بالبيت، يترك أهله همال من دون أن يلتفت إلى حياتهم جنابه، يرد يأخذ وسام الحج، يرد يصير حجي فلان. من حج لله لا يريد بذلك رياء ولا سمعة غفر الله له البتة. وقال صلوات الله عليه الإمام الصادق: الحج حجان، قسمين أكو حج، الحج حجان، حج لله وحج للناس. فمن حج لله تعالى وجبت له على الله الجنة، ومن حج للناس أخذ ثوابه من الناس يوم القيامة. والناس عندهم ثواب ذاك اليوم يعطون كل نسيح ونفسه وروحه. ليش واحد هاقد يتعب يصرف أموال وتعب وندوخ روحه رايح وجاي فراق العائلة تاليها على حساب رياء، حتى يقولون فلان خوش آدمي والله خير يروح للحاج، يو فلان إنسان متدين، شلون يابا متدين؟ لأنه شفناه السنة يطوف يهرول أو يهرول في الأرض. حاجة التعب ليش؟ على حساب من؟ بني آدم؟ شي يسوي لك بني آدم؟ شي يسوي لك بني آدم؟ هذا جاهل ما عنده شعور اللي يضع نصب عينيه رضاء بني آدم. لأن بعض علماء الأخلاق يقولون هذا الذي يعمل رياء للناس لا لله، هذا مثل
رجلين مسجونين، أحدهما يريد من الآخر أن يخلصه من السجن، هو ذاك إذا بيحط خلي يخلص نفسه. ثم الإنسان إذا أرضى ضميره وأرضى خالقه سهل قضية البشر. من أحسن سريرته مع الله أحسن الله علانيته مع الناس. لا شعوريا الله تعالى يضع حبك في قلوب الناس، ما يريد تقدم لهم شيء أبدا. مو شلون الرواية، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. ثواب الحج كثير جدا، في قلائد الدرر في مناسك من حج واعتمر للشيخ أحمد كاشف الغطاء رضوان الله عليه، شفت رواية ممتازة جدا، يقول أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إني قصدت الحج وفاتتني أيام الحج، وإني رجل مثر وعندي أموال، فدلني على عمل أعمله حتى أحصل على ثواب الحاج. شلون هذا الحاج يحصل ثواب الحاج؟ أنا أحصل الحظ زين. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله قال انظر إلى أبي قبيس، نظر جبل طويل عريض، قال لو كان لك مثل هذا الجبل ذهب حمراء، يعني من قسم الممتاز، لو كان عندك أو لك من مثل هذا الجبل ذهب حمراء وأنفقته في سبيل الله تعالى لما أدركت ما يدركه الحاج من ثواب. شقد فائدة الإنفاق، شقد ثواب التصدق، إذا واحد بدرهم يتصدق شقد ثواب يحصل، إذا جبل مثل قد جبل أبي قبيس كل ذهب حمراء يتصدق بها في سبيل الله شقد ثواب لازم يحصل. مع هذا، هذا أقل بكثير من الثواب الذي يحصل عليه الحاج، لأن من يحصل ثوابه؟ وين رايح هو؟ ذاهب إلى الله تعالى، زائر بيت الله، وافد على الله، ولكل وافد حق على الموفد عليه. سأنت إذا تروح لك إلى شيخ عشيرة، إذا تروح لك الفد بدوة بالصحراء وعندك حاجة عنده، يقول لك مدام جئت لداري والخيمتي ووضعت رجلك في أرضي ومستقري أنا أقضي لك حوائجك وأعفو عنك. لو فرضنا أنت مجرم بالنسبة لك يقول لك أنا أعفو عنك، مو العادات العربية هالشكل؟ الله تعالى أسمى في العفو والغفران، لكن لازم واحد صدق من صدق يجي يقبل على الله تعالى. زين، اليوم يوم الجمعة ويوم ثامن وأشرفت الأيام على الانتهاء، يوم جمعة الثواب بألف، هذا وارد ووارد عن الإمام الباقر إذا أردت أن تتصدق فتصدق في يوم الجمعة، ومساعدة الفقراء ودفع الضيم عن أنفسنا ودفع الأمراض ودفع العقوبات وبعض العذاب. وفقراء أكو يتأملون فينا الخير، يرجون فينا الرحمة، أطفال، نساء، أرامل، رجال كبار لا يستطيعون عمل، على كل حال اليوم لازم نجمع لهم فرشاء اللي يستفيدون منه، وهي الأموال اللي نجمعها ما أرد أخذها أنا ولا أرد أوديها وياي للنجف ولا أرد أوديها للمنامة، هنا أنا في نفس القرية توزع. جزاكم الله خير، فد ثلاثة خلي يقومون. لا تستعجل، خلي اعطيهم فرصه، خلي يطلعون من جيوبهم فلوس بعدين.
دول طلعوا لكم هالافلس وهالدراهم قشمروكم بيها. شو ماكو كواغيد؟ ماكو، بس افلس. واحد يطلع للخارج، دولاك لابد قاعدين هناك. جمعين هنا طيال الاستاذ ابراهيم سكرتير الفقراء هذا. افلح من صلى على محمد وعلى آله. على كل حال، من جمله الاركان العظيمه في الاسلام الحج، وقد جعل الله سبحانه وتعالى للحج شروطا وجمله اشياء يجب على الانسان ان يقوم بها. ولذا 24 شيء، وبعض الفقهاء عدوهن 25 شيء لازم يبتعد الإنسان عنها. لبس المخيط ما يجوز، أن يغطي رأسه لا يجوز، على كل منها الكذب لا يجوز، الجدال في الحج لا يجوز، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسوق يعني الجماع والكلام الفاحش، طرفين لا يجوز أن يقوم الإنسان بها. على كل حال، إذا كان الإنسان يحج حجا ممتازا يحصل على ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى. لطيفة، أذكر الشابشتي يذكر في الديارات يعني الأديرة، يذكر عن في أيام العباسيين اكو دير كان في طريق بغداد الكوفة يسمى دير زرارة. طلعوا شعراء اثنين بس من اهل المجون، معروفين بالمجون، شرب الخمر وما شابه ذلك، مطيع ابن اياس ويحيى ابن زياد. دول طلعوا يادون يحجون، بس هم من الشعراء الماجنين. طلعوا ويا قافلة الحج، طريق القافلة من هناك على الكوفة، على بالقرب من هذا الدير يمر الطريق. وصلوا إلى هذا الدير، التفت واحد للثاني قال: دعنا ننزل هنا نستريح قليلا لنستفيد من خمرها ومردها ما نكتفي به أيام الحج إلى أن نعود، إلى أن نروح ونرجع. يعني ما يقدرون يصبرون على طاعة من طاعات الله ذول الجماعة. قال لو بعدين نلحق بالقافلة. قال له ماكو مانع. صدق الجماعة اجوا بناهم يوم يومين يبقون ويلحقون بالقافلة. تعرف الشيطان حصل له فرد ممسك، خلاهم يبقون هناك. فلوس الحج هاي الفلوس النظيفة اللطيفة اللي جامعيها ومطين حقوق الله منها ما شاء الله، هذه هم كلها صرفوها على الخمر وعلى النساء وعلى الفحشاء. يوم يومين 10 20 إلى أن رجع الحجاج، خلصوا ورجعوا. حجاج ذاك اليوم هم ربما شهرين ثلاثة الله أعلم، على أقل لابد فت شهرين أقل شيء. إلى أن رجع الحجاج دول التفتوا إلى أنفسهم، أموالهم صار فيها، حجهم مات ما حجوا، حجهم صار من نوع خاص للشيطان لا لله. قالوا زين احنا شو نكلم اهلنا اذا رحنا؟ شنو جوابنا لهم؟ فحلق من كل منهما راسه وركب كل منهما بعير وخلط انفسهما مع الحجاج. طبعا الناس ايش مدريهم؟ شافوا ذولا حالقين رؤوسهم بناهم ذولا حجه وبيت الله الحرام. ما هدى الله سبحانه وتعالى السبيل للحجاج حتى يكونوا في امن واطمئنان. شلون؟ اولا الاشهر حرم، ذو القعده وذو الحجه، ذو الحج ذو القعده وذو الحجه ومحرم، وهذا شهر الحج يعني اللي مناسك الحج فيها فيه يكون شهر ذو الحجه معروف. فذول لما يطلعون من اول ذو القعده الى ان يرجعون في امان، لأنه هاي الأشهر الثلاثة الحرم التي في الإسلام إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله
يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ما يصير بها اعتداء ولا أذية ولا ظلم ولا قتل ولا نهب إلى آخره. واحد هم للعمرة ذاك في شهر رجب، إذا كان عمرة مفردة خاصة في شهر رجب يعني. شاهد هذا من ناحية الوقت، ومن ناحية المكان أيضا الله تعالى أوجد لهم سبيل الأمن والإطمئنان، ولذا مكة وما حواليها دار أمن، مكة وما حواليها دار أمن. ليش فلان يقولون محرم؟ مرة هو محرم وبعد ما داخل للحرم، مرة محرم ودخل في الحرم. شوفون في طريق الحج موجود بالقرب من مكة 4 كيلومترات بعض الأماكن، بعض الأماكن 8 كيلومترات أظن من جانب آخر، جوانب تختلف. هذا كله نطاق الحرم حول الكعبة، حول بيت الله الحرام، بالإضافة إلى الكعبة وبالإضافة إلى المسجد الحرام، هذا مكان محرم كله. حتى الحيوان، حتى الحيوان لا يؤذى هناك. شوف لك حيوان هناك ما يجوز لك أن تأذي، حتى الشجر هناك لا يقطع أبدا، كل شيء مأمون، حتى الطير، حتى الوحوش. حتى لو فرضنا أن إنسانا عمل عملا سيئا ويجب عليه الحد الإسلامي إلى هالحد، ودخل في الحرم لا يلقى القبض عليه، وإنما يضيق عليه في المأكل والمشرب والمسكن حتى يخرج، فإذا خرج من الحرم ألقي القبض عليه ونفذ فيه الحد الإسلامي. هذا إذا كان قد أجرم خارج الحرم، أما إذا كان أجرم داخل الحرم هو الذي هتك حرمة البيت، فلا صون له هو لشخصه ولا حرمة له، يقام عليه الحد في الحرم. إيش قد هاي التمهيدات كلها على حساب إيش؟ على حسابي أنا وياك أنت، على حساب المسلمين، حتى يجون إلى بيت الله الحرام يكونون آمنين مطمئنين، يقبلون على ربهم وما يفكرون بأمتعتهم ولا بمكانهم ولا بأشيائهم. فرد نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهاي من عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، لأن إبراهيم الخليل هو الذي دعا ربه، قال إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وجعل الله تعالى هذا البلد آمن. في أيام الجاهلية الظلماء كان البلد آمن، لكن إجا بنو أمية هتكوا حرمة البيت بالأعمال الشنيعة التي قاموا بها، هددوا حياة الحسين أيضا، مما سبب أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قطع حجه. هو كان بناء يتمم الحج، طبعا حج مستحب، وإلا حج الواجب هو كم مرة حاج الإمام، حج الواجب مرة واحدة في المرة الأولى، لكن هذا حج مستحب كان. إلى يوم 8 اتهم الحسين، علم أن يزيد بن معاوية بعث 30 شيطان من شياطين بني أمية ليفتكوا بالحسين ويقتالوه أينما وجدوه، بمنى، بعرفات، بين الصفا والمروة، في المسجد، وين ما يشوفوه يقتالوه. زين، حتى لو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة شو يسوي الحسين؟ خاف الحسين على حرمة البيت، مو على نفسه يخاف، خاف على حرمة البيت، لأن إذا مثل الحسين قتل في بيت الله الحرام، زين، وهتكت حرمة البيت وحرمة الحسين، معناه هتكت حرمة المسلمين، يعني بكرة بعد شيهم هم أن يقتلون زيد أو عمر، لأن الحسين أشرف إنسان في زمانه، في أشرف بقعة قتل، كيف بقية الناس؟ إيش دم المسلمين يصير هدر بعد؟ ولذا خرج الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حل أحل من إحرامه يوم 8 يوم التروية، ليعقد إحرام جديد بعد الظهر ويروح إلى عرفة حتى يقف هناك الموقف ويبيت هناك تلك الليلة. الحسين أحل من إحرامه وجعلها عمرة مفردة وترك وأقبل متوجها نحو العراق، كأن الحسين يريد أن يتم حجه، لكنه
حج الحسين ليس في مكة يتمه الحسين، وإنما يتمه في كربلاء. ولذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان عنده حج من نوع خاص في كربلاء، طوافه حول الخيام وحول أصحابه النوم على وجه الأرض بين الصفا والمروة، الهرولة اللي لازم يقطعها الإنسان والمسيرة اللي لازم يقطعها الإنسان، الحسين قطعها بين الخيام وبين المعركة. هاي الهرولات المتعددات التي قام بها الحسين، كل سنة يجيب لقتيل ويدخله في خيمة من الخيام، خيمة خاصة للأنصار وخيمة خاصة لأهل البيت للبني هاشم. الإنسان لازم يضحي، لازم ينحر يوم العاشر من ذي الحجة، ينحر حيوان وشكل. الحسين قدم قرابين وضحايا، لكن ضحايا من نوع خاص، مو واحد واثنين، 72 فقط من الأنصار و17 رجل من خير ما خلق الله سبحانه وتعالى من بني هاشم، بالإضافة إلى نفسه الزكية. وذول يختلفون في العمر، واحد يشوفه شيخ كبير، واحد يشوفه طفل صغير، أبو يوم واحد قد يكون. ولد للحسين طفل سماه عبد الله، ولد يوم العاشر، قدم إلى أبيه ليقيم عليه السنة النبوية، يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، وإذا بلعين رماه بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. الذي الشاعر يشير إلى هذا المعنى: ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم منحرا، لقد ولد في ساعتين هو والردى، ومن قبله في أذن السايه مكبرا. وهناك أناس لم يبلغوا الحلم مثل القاسم، قدمه قربانا لوجه الله تعالى وحمله على صدره ورجلاه تخطان في الأرض، أقبل به إلى المخيم. أول واحد من بني هاشم مقتول هو علي الأكبر، خيمة مفردة أكو لهم، فقط علي الأكبر نايم في الخيمة، ماكو أحد يمه. الثاني اللي إجا شريكه في النوم كان هناك، الثاني الذي اضطجع إلى جنبه هو القاسم بيبي وأمي، حمله الحسين بيبي وأمي على صدره. المسرع العصر إن شاء الله. جاء به إلى المخيم وضعه إلى جنب ولدي علي، جلس بينهما، خلف رد مجالا، ساعة ينظر إلى علي الأكبر وهو يقول: بني علي على الدنيا بعدك العفا. ومرة ينظر إلى ابن أخيه القاسم وهو يقول: بني قاسم، يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. بينه هو يبكي عليهم، ينظر إليهم ويبكي، وإذا به يسمع صرخة عظيمة، نظر وإذا بالنساء قد أقبلن يهجمن على الخيمة تلك، يريد أن يبكن النساء على قتلاهن. تقدمهن ليلى أم علي ورملة أم القاسم، هجمنا على الخيمة، هذه جلست إلى جنب القاسم وتلك جلست إلى جنب علي، ورملة تنادي: وولدا وقاسما، يا ابني ايش اقول عليك، يا ابني. تعرف الام هاي شلون تتكلم من قلبها الجريح: يا ابني ايش اقول عليك، يا ابني، دول ابني زماني بيك، دول ابني
دول ابني زماني بيك يا سلوان، شلون انساك وانسى ايامك الحلوه، ايش هالبلوان مثله ما شفت بلوان، اه يا ابني اللي عند المازمه تذبني تذب بيك تسعى من الشور شالت، نالت من ثجيل الحميل ما نالت، امك جابتك يا مدلل وحالت، يوم البي صرت يا شبيل شيبني صيارك وندم حالي، عزم عدك يا سباحة وسار ليالي، منك خابت امك ليش يا ولي، اخر ما قلت حقايا وتطالبني، اطلبك سار ليالي والمنازع ذاك، واطلبك باللبن من درة الغذاك، نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك، يا مدلل سقى من رباك وتعبني، تقل يا جاسم ريت هالطبرات بيا، يا جاسم قوم ريت المايا، يا تلي الصدق رايح يا جاسم هاي وتخليني اون الليل وسر. أغات الجماعة يحبون فد لطمية وانتو على قعدتكم، لا بأس يوم الجمعة. صال شيب الصاجع الحين اتخر، مأجور. صال شيب الصاجع الحين اتخر، صاحبي هم يا العدا هذا الظفر، صاحبي هم يا العدا هذا الظفر، شبل بن حامل حما عنا تفر، شبل بن حامل حما عنا تفر، والزرد عالقوم جاسم ضيقه، والزرد عالقوم جاسم ضيقه، ضيق عليا الزرد من صارمه، كفو خلى الخيل تسبح بالدمه، روس شرقة وجثثها مخذمة، روس شرقة وجثثها مخذمة، وغدت تحت خيولها متسحقة، وغدت تحت خيولها متسحقة، الجثث سحقها وروس لها شرق، من راحت تفر ما خذها الرهق، تضم طير الموت حل بيها وخوفك، طير الموت حل بيها وخوفك، سيف جسام المنية معلقة، سيف جسام المنية معلقة، أبد ما تقدر تقف دون الفحل، ولعب بهم ما لعب حين الحمل، والقلب تقطع شراك النعل، والقلب تقطع اشراك النعل، انواه يشده ويصول عالبقى،
انواهي شده ويصول عالبوقه انواهي شده ويرد لرادته انواهي شده ويرد لرادته يذكر عدا حرب جده وحملته لاني جت ضربة الازد الهامتة وسبح جاسم من دم افرقة وسبح جاسم من دم افرقة سبح جاسم بالدمى ونادى يا عم سبح جاسم بالدمى ونادى يا عم من سمع صوت النفل دمعا سجم سبح جاسم بالدمى ونادى يا عم من سمع صوت النفل دمعا سجم لف وشاف مخذم وراسا جسم لف وشاف مخذم وراسا جسم صح لكن دمع دم مدفوقه صح لكن دمع دم مدفوقه صح يا جاسم وعيد راسه قعد قلبي ينحبي وقلبي المرد يا ابن اخويا العرس شايل من بعد يا ابن اخويا العرس شايل من بعد هذا